نجتمع اليوم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية. قاد بلادنا في فترة صعبة ذاخرة بالتحديات والصعوبات، أثبت خلالها قدرته على قيادة البلاد وتحقيق خطوات واسعة على طريق التقدم والنمو. نقول بملء الفيه لمرشحنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: كلنا معك، سر على بركة الله، عين الله ترعاك، ولن يخذلك الله أبدا. نحن متأكدين من الحضور ومدى دعمهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومدى دعمهم من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولتهم المصرية. فنحن كلنا معاك يا سيادة الرئيس من أجل مصر. أن نقول بصوت انتخابي، هو ليس اختيار ما بين 4 مرشحين، ولكن هو كل صوت انتخابي دعما للدولة المصرية، دعما لاستقلال قرار المصري، دعما للتنمية. إن الإسلام والمسيحية يدعو للإيجابية، ونحن شعب منيوي عندنا إيجابية، فلنخرج للانتخابات ونقول نعم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن معك ونحن بك يا معالي فخامة الرئيس، ونقول له وفقك الله لكل ما يحبه ويرضاه. شعب مصر الأبي العظيم، تمسكوا بوحدتكم، حافظوا على الوطن، لأن الأمن والسلام هما ضروريات الحياة. لنخرج أمام صناديق الاقتراع، نقول كلمتنا بكل أمانة وبكل قوة، لنختار الأفضل القادر بقوة شعبه أن يعبر معنا الأزمات، ليصنع حياة كريمة لكل المصريين.